ونرجع لكم من جديد في الحلقة الثانية من ستون أهير. الحلقة الماضية سوينا القرية الأساسية للي متابع، ويانا المحارب صديقنا، ويانا هجوم، ويانا غيره. كان عندنا مشكلة في الأكل، إن شاء الله ما تستمر عندي مشكلة الأكل الصراحة، يعني لأن الأكل هاي مشكلته مشكلة عندنا. أبوهم بس يحصدون الأكل الحين، عندنا توت، عندنا جزر، عندنا غيره. اوكي سبيد اب، حلو. بس يلفلون عندي اس يرتفع مستواهم شوي. انا سويت هني يكملون المبنى صح؟ ايه سويت هني يكملون المبنى. محتاج مباني ثانية، سليبين كوارتر الى اخره. نحن عندنا هني البيت اللي بالمقلوب، ما عليه. شوف نسوي لنا بيت، نسوي قرية دائرية حاليا، وهو الساحة من الخارج. أهم شي الباب هني، إيه الباب هني. آخر مرة جبت العيد هني ما فيها شوارع صراحة، لو كان فيها شوارع اللعبة كانت بتكون أحلى وايد. زين أنا عندي 60، الـ60 الواحد يحتاجها حق شو؟ هاي مايند. أوكي أنت تشينج جوب، أنت بتشتري صياد، محتاج شوي أكل زيادة. من يلفل هذا ولا من يرتفع الليفل ماله شو بيسوي لنا؟ بينتج لنا، بيفتح لنا طباخ، نقدر نسوي طباخ. الاكل وايد مهم في اللعبة، انا جربت يعني تجربتي الشخصية اشوف الاكل مهم، لازم يكون عندي اكل. الحين عندي اكل؟ لا ما عندي اكل. نبى ناس يداد يجون القرية. هي صح، ومن ساعة يوم طلع الجولد اللي هو قيمة اللي عندي كم يسوى؟ 1000 وشي. اذا يسوى عندي قيمة 1000 وشي اروم، ما بحصدهم الحين، ما عندي هربلست، عندي صياد. خذ السكين، اي خذ السكين. كان في حيوانات هنا الحلقة الماضية، الحيوانات تعال سوي لك فخة هني. واذا شفنا حيوانات مكان ثاني نسوي لهم فخاخ غير. ايوه يا اخر الدنيا هايل، الله يهداكم. خلاص بسوي اللي هني هايل، لان الحيوانات هاي بترد تطلع المنطقة هاي، رج حيوانات. بس ما باه يركض من هناك لين هني، فشو بسوي؟ هذا ريموف، ما باه خلى الحيوان، خلى مكان واحد تم شغال عليهم، خلى يصيدهم. شوف مستوى الاكل عندنا شكله بيتعدل وايد، مستوى الاكل تعدل بيونا ناس. من يونا ناس بنقدر نسوي شغلات اكثر. طبعا انزين بلو ماركت، هذا كل فترة واحد يبيع شيء، بس نحتاج عليه كلوث. كلوث محتاجين ويفر، الويفر والخياط هذا محتاج حق شغلات ثانية. خلنا نسوي الحلو في اللعبة، مثلا اذا قررت اني ابني مبنى مش لازم. ما شو عندك حقي؟ ما عندك شيء؟ لا ما عندك شيء حقي. هذا البيوت شوفهم شو يسوون، وينهم؟ وين يصيعون؟ البيت مضايقني، شكلي بشله في مرحلة من المراحل الحين. وين جاي؟ شوف وين جاي. انا حاط له مكان اكل هني، ياكلون مع بعض، يعني اخر الدنيا ياكل بروحه. النذل هذا ربعك تاكل بروحك، ها النذل كلوا يا ربعك. انزين هذا بنشله، بنحطيه وين؟ لون زيادة يعني، حطيه هنا مو مشكلة. بس صار عنده هذا بعد، هذا أداة ثانية يحتاجها، التول بنش ماله، ويحتاج الورك بنش والتول بنش، يسوي له معدات ويسوي له الأمور. رقادة كل حد بيرقد بروحه، ما حد. أنا سويت دايننج هول ثاني. لا انا جاي بالعيد تراني، انا طالع هذا وبني واحد ثاني، مو مشكله خليهم يبنون، ابي يلفلون. في مرحله بنحتاج اصلا اكثر من داينك هول، مش مشكله. هذا الباب هني بلد، انا بمكان يرقدون فيه العالم، انا بمكان يرقدون فيه العالم، هذا الموضوع كله. زين الحين
يوم جديد يوم جديد، يعني في احتمال يجينا حد جديد يسكن ويانا، بس اذا ما عندنا اكل ما بيسكن ويانا. هاي القاعدة العامة. شوف عندنا اكل اكسبت، هذا يعني ها شوفوا استوى عندي شخص جديد بيساعدني في البناء، بيساعدني في كل شيء، بيساعدني في المهمات. امور انا عندي صياد، صياد من ليفل اوكي. جين تجيب شوفوا هذا استغفر الله، الزراع هو اللي يسوي ليفل زيادة. شو يسوي لنا الطباخ. فشو بسوي انا؟ انا بخبركم، بنصير للكاربتنر هذا نجار. هاي شو ميسون ارتر بو، حلو عندنا شغلات جديدة. وبنبني هذا، هاي ليش ما يبي يبني؟ انا متركه بس ما عندي خشب يا حبيبي، عيب ما عندي خشب. ساكن في غابة، مسح الغابة عن بكرة ابيها خلاص. براي شو شتون غابة تصير المكان للبناء هذا هني بعد. ها كل مساحات قرية بتكون، عشان ما حددت اللي ورا. لا هذا وهاي يشلوهم بعد، لان واقف البناء على الخشب وانا حولي خشب، حولي مصادر يعني، قاعد اوقف على مصادر. هذا هني زين، شو وضع الاكل؟ وضع اكل ممتاز، كل شيء ممتاز، عندنا اموال زيادة ممتازين. ابى اسوي شوي الاكل زايد يكون. ليش الاكل زايد؟ لان ابى يبيع عمال زيادة، بزيد نسبة الأكل. فيكون عندي زرع ثاني بيقدر هذا غطى مزرعتين بنجاح بروحه، فبنزرع شيء ثاني اللي هو ممكن نغير بعدين، ولا خلنا نغير، خلى الزرع الثاني اللي يزرع يزرع شغلات ثانية. اوكي 11 لا 9 9 انا ما بصرها، انا ما بتسع، ابو 11. كنا حاطين مزرعة هني نسوي حولها ممر، لا ما بيمشي الوضع، ما يحط المزرعة هاي مشكلة، ما بيمشي مسافة طويلة. حاطيه جنب البيت، جنب البيت ترنب يس اوكي. ليش انواع مختلفة؟ لان بنحتاجهم، هذا ليش. والحين انا بالنجار لان هذا محتاج لذر انفيدرز ابروتشنج، بروحه يتضارب، انا احس الوضع ما بيمشي بروحه، يحتاج مساعده، او محتاج اسوي ميسن عشان اقوي سلاحه. خلنا نشوف، المشكله ما اقدر اسوي سلاح الحين، لازم اسوي ميسن حداد، لازم اسوي حداد. خلنا ناخذ الاذر هذا بعشرين باي ون، عندي صفر، شو عندي زيادة؟ هذا فاين، هذا تشانس يطلع، هذا تشانس بالحظ. فشو بنسوي؟ بنبيع هنا الفاين هاي له، وهاي اللي بعد بنبيع شوية من هن، وبنشتري مكانها شو الليذر هذا. ما عندي اكل كفايه بعد، بعد ما وصلت مرحله الاكل انه يجيب ناس زياده. اوكي واللي بنسويه محتاج شنط، هاي كم شل 64، هاي شل 32، الليذر بسوي اربعة من هاي اربعة اربعة، هاي خلنا نسوي اربعة، خلنا نسوي اربع صناديق، لانه هذا المكان بينترس وبيستوي قبيح صراحة، بيخلون كل شيء معقوق برا، فما باهم ينتمون يعقون برا، ابا يحطون صناديق. فليش اخليهم يعقون برا؟ خلنا نعقف صناديق، نسوي صناديق احسن، الصناديق يلا الصناديق هاي هني. خلنا نكشف البيوت، البيت هذا المقلوب بحطيهم في المطعمين، انا عندي مطعمين بخليه هناك اساس الاكل يكون داخل المطعم مره واحده، لان هاي شو بيكون فيها؟ بيكون فيها اكل بعد.
المطعم الثاني يجون ياخذون الاكل وياكلون على طول، ما يسوون يعني ما يتريون ولا طابور ولا شيء، لا. فخلهم يحطون هذا هني، وبدل ما يروحون على المسافة هاي كلها لين هني ويشلون ويردون، وغير انه مكشوف حق الحرامية، هي في حرامية في اللعبة يسرقون سمك. انت ليش طالع هني؟ تعال انت ليش طالع هني؟ يوم يجهز بعد شغلة ثانية. محتاج يجيب ناس زيادة. صبر ناس هذا يبغى يشلون السامان هاي يحقونه مكان ثاني. ما با اقول رموف، شليت المنطقة الحين، هذا كنا معقوق برا، فمجبورين انهم بيحطونه مكان ثاني. شو قاعد يرتبونه؟ شو عندك يا روم؟ اشتري منه فايدة حقي. باخذ اللي بدره وركر فايدة برو لايت بروتكشن نفايد ديفنس باي ون، ها بنشتري. بيلبسها بروحه ولا ما بيلبسها؟ خلنا نشوف. هذا المحارب كاركتر شيت اكويبمنت، ايوه لبسها. وتعبان ليش؟ stuff hasn't been turned like things I would. كاركتر شيت بين ماي بيت دايد. افا لو مستانسين يزيد عندهم نسبة ال. في واحد دش عنا القرية، خلنا نسوي محارب ثاني. المحارب واحد حس انه قاعد يعاني الصراحة يعني وايد، بس محتاج اقول خلنا ناخذ واحد ثاني، لانه اذا بسوي محارب ثاني محتاج انه واحد راعي حرفة، فراعي. خلنا نسوي تشينج جوب، نسوي هيربلست، يكون عندنا واحد يسوي اعشاب في القرية. اوكي هرب لاب، ابني لك كل حد يبني سامانه بروح اللعبة على فكرة، كل حد يبني سامانه بروحه. فوتمان اوكي مشكلة، اسوي كم واحد يعالجكم الحين؟ لا تحاتون. هذا او شوف في هربلست، هي في هربلست هاوس، خلنا نبني له بيت، خلي يسكن بروحه، رايع شاب وطبوب وسحر. هذا هيربلست خلينا نحطيه قدام مرة هذا بلت، ابنوا لي هذا. الحين منطقة صارت عندي نظيفة تقريبا، بس ينظفون المكان بشكل زين. شو يسوون داخل؟ ياكلون. اوكي ممتاز، شوفوا حطينا طاولات بعده بعده هي غرفة الطعام، ويشله ويروح. الله ليش يبالهم دق الصراحة على الحال هذا؟ ها مش حالة. ابنوا لي بيت هذا المسكين، دام عندي انا بعد سوى الهربل ستاند بيستعمل اتصور. وعلى ما اذكر انا انفيدرز ابروتشنج، كان عندهم مكان هنا. تضارب يوم وين راح الصندوق؟ ما راح صندوق ذل شرد، ما ابغى شيء من عند البياع. قاهرني هالبيت والله قاهرني، بالعكس محطوط زين. مستوى عندنا هيربلست، نحن خلنا نشوف الهيربلست شو يسوي. بعدين ما حطوه غرفته، كنت حطوه غرفته وتخلصونه. نبغى نسوي للرجال شوي اكشن،
بما ان استمعنا هالبلست خلني بالاعشاب الليني. لو عندنا اكل بعد يجينا عامل جديد وفنان، ترى كل ما يجي حد جديد كل ما تزيد الصعوبة، لازم نوفر شغلات زيادة، لازم نكون افضل. نحن لحظة نحط هذا هني ديلي ابديت، ايوه هذا معنا اكل نقدر نبه جوينت خليل جيمنج. اشكرك الصراحة، اخترت الجهة الصحيحة انت. الحين محتاجين، انا كمان محتاج 4، احافظ على 3، عندي 2 يزرعون، واحد بيستوي طباخ، ولازم اسوي مزارع عقبه. هذا ليفل 3 تشينج جوب، هذا ليفل كم يبغى؟ ليفل 2 فارمر وكوكينج سبون. يعني الحين اقدر اسوي طباخ اوكي، لكن من يسوي كوكينج سبون اصلا؟ اكيد مش انت، فمحتاج ميسن. بطارية يوم ليومين اوكي، وبسوي شو اسمه، خلنا نسوي الميسن، خلي جاهز، خلي يصير ينتج عند السمان كله قريب. الهرب الاستيومية الحين بحتاج انتج شوية اشياء، مثلا لا بيحطوا لك يا لا تخاف، بوشن ميديكال ذات درينك ذات هيلز فور سمونت، خلنا نهيلهم، اظني بيهيلهم هو. بيحتاج اعشاب لوثم، خلنا نشيل هايل، نحتاج اعشاب حق صديقنا. المزارعين احسهم من اهم الشغلات، الواحد بيحتاج وايد مزارعين هني، بس بغير المحصول شكله واحد فيهم، بس مش الحين، خلي يستوي عندنا قرية اكبر. ومحتاج محارب زيادة، لان محارب واحد بيكون معنا، وعساس النيب محاربين نحتاج ناس بعدهم عمال، ف يكون الموضوع شوي طويل. اذا تميت اضيع بين هذا وذاك راح يكون شوي الموضوع طويل. انفيدرز ابروتشنج، لا محتاج محارب جديد. شو تبي انت؟ ما ببيع، ما بمك شيء، ما تشوف انا شو عندي زياده. دقم اشتري لك جاكيت، انا صارف عليك فلوس، المفروض تكون قوة الحين. هاي انت قاعد تدور حول المزارع والعالم يدقون، خايس فعلك فلوس وراتب ودنيا، يعني شو قاعد فعلك فلوس؟ انا شو وضع التخزين عندنا؟ 8 من 64، ولا كان اختيار طيب احس 64 من 64، قام يعقونك الحولة. لا والله مش اختيار وايد طيب، نزل سوي لنا صناديق زيادة مو مشكلة، ولا اني عق السامون كله برا، والله ولا اني عق السامون كله برا. اوكي استوعنا عامل زيادة، هذا مسوي له جاهز نحن ميسن. خلنا نشوف يكون عنده سبيرت، بس مش سبيرت مايند، شخص عنده مخ. خلنا نسوي هذا مو مشكلة. ليش ما سوي الميسن؟ خايس وينك ميسن تحت؟ لنا خلنا نسوي هذا، خلنا نسوي هذا يعني. يمعو يمعو اي شيء اي شيء جاهز يمعو. خل عندنا واحد يسوي لكم هيلينج، ما نبي نصرف هذا كله، نبي نسوي دايما يكون عندي من هذا 3 3 دايما، وسوي لي دايما من هذا. هذا حلو، يكون عندي واحد دايما. هذا الاوبشن يخلي دايما دقيت اسكيب عليه بالغلط. اوكي اوكي، وين صديقنا هذا؟ احس ما منه فايدة شي ثاني. خلنا نسوي عامل، حطي له ميسن بالديزاين. في ميسن هوس مسخته صح؟ زين هذا الكاربتنر نفسه فنان، البيت ماله فنان، البيت ماله فنان الصراحة. شو بنسوي؟ هبا
ابني هذا اخبركم الحين. اوكي نحط ويها هني، نسوي تعديل عليه بسيط، هذا ما با هذا ما با. اوكي نبغى اثاث ميسن ورك بنش يشتغل لبرا. اوكي في عنده شيء ثاني بيطلع قبل نحطيه. اوكي فنان فنان اثاث مسحته انا شكلي سويت بوك، نحطيه هني فنشت اديتنج هذا هي فنشت اديتنج سيف ميسن. اوه يكتب العربي حداد بلد. يس مشكلة ما نقدر نعدل على المبنى اذا انبنى خلاص كنا راحت علينا. هذا خلي يسوي لنا، هذا اللي بينتج لنا حدايد وربعة وزخرفات قوية وهالامور. وهذا دايما شو صحتهم العالم هني، شو محافظ على صحتهم يا ويلو. هذا انا كيف ما عندي يلد على كثر ما صيد حيوانات، المفروض هذا يصيد حيوانات واصل ليفل 3 تقول لي ما عنده يلد ما عنده شيء ما عندي فرو قاعد ينبني. ممتاز ديلي ابديت فنان يا انا واحد جديد ويلو ويلو. اشكرك الصراحة. الحين بسوي الطباخ، الميسن بيسوي الاسراح، بيسوي الملاس مال الطباخ اللي هو شو اسمه هاي مغرفة حساس يطبخ في ليدر، يسوي هالامور طباخها. بنعدل على المباني بشيء بسيط بعد ما يستوي عندنا قرية ثابتة، الدفاع ثابت وكل شيء ثابت. اتصور ببدأ اسوي اللي هو المباني اللي هي انا اسويها ديزاين تصميم من اول وجديد، مباني حلوة. اللعبة حلوة لكن يبالها شوي وقت، هي الألعاب البنا بشكل عام يبالها وقت. ف لا تستبخلون عليها الوقت إذا عبيتن من اللعبة. يعني مثلا الحين أسوي شوي بسرعة، أسوي خرية بس أسرع ما يمكن كالعادة، وهالغلطة اللي أنا أسويها دائما. إنزين الحين واحد من هاي اللي بيحتاج خاشوقة، نعم قلت خاشوقة اللي هي قفشة اللي هو هذا. بس شو لازم نسوي اول شيء؟ كابل ستون فنس، والله هو حلو بس الحين بنبدا مرحله التنجيم. هذا تنجيم تنجيم مش تنجيم يا الله تنقيب الحفر 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 هاي الحفر. انزين مش ستوك بايل، نحتاج نسوي هذا ماين بلوك. شوف هذا ماين بلوك، هذا تنل مش مقتنع فيه. زي ليش تعرفون شو بسوي؟ بسوي دري. اوكي هو هني درج لين فوق، خلي حد يبني. مشكلة محتاج حصى، هذا شي حصى هني اظني لازم يهني، اظني لازم يهني. شو عندك؟ ما عندك شيء مفيد، روح. وهني بسوي المايننج او
او بسوي دري من فوق وابدأ اشله كله. اشله اشله كله فوق. شل ولا اكمل سيدة دربي؟ خلنا اكمل سيدة بس دام اني تميت على الحالة هاي. بسوي له سلايس اوكي، بسوي منجم. بسوي منجم كبير شوي، هذا وايد ترى اوفر. خلهم يروحون داخل. انت ليش واقف؟ سؤال، انت ليش واقف؟ في دري، في كل شيء، في تروح ترد. سير سوي لك شيء مفيد. سير واقف لي هني عند الجزر، واليقطين يا ابنهم هني ما اعرف شو تسوي. تعالوا صح، ليش هاي هني؟ خلنا نشوف يروم يشلهم. لا يا الله، شوف قاعد يشتغلون هاي بذمة وضمير. اوكي عزيزي التريدر، I am just passing through three iron decorative vases. Accept. يلا تعال انزين. صديقنا الميسن الحين يا دوره محتاج يسوي هاي له. اقول ابغى 20 30 30 هايل، وابا كم بوابه من كل صوب بوابه؟ نقول 4 بنحطي. ابا يبني هايل، بنسوي حمايه للمكان شوي. مش حمايه يعني، هي حمايه، مش يعني هي حمايه المكان. بنسوي ما بالبيوت ابا، هذا قاعد يبنون ولا ما قاعد يبنون؟ اكثر من شي ما يقدرون اظني، بس وايد طالب منهم يشيلون. انا ترى اتمنى ما يعلقون. لا يقدرون، يقدرون، هذا عاد على قياسهم. ميسن ليفل 1 حلو، خلنا نشوف شو يقدر يسوي لنا الميسن ليفل 1. يقدر يسوي لنا هذا؟ لا، يباله ليفل 3، بيوصل ليفل 3 اصلا في كل الاحوال. بس الحكمة هنا اني بسوي انا ايدار مرة واحدة. ما سوى من اول جديد، سووا واحد جديد ما استعملوا. ليش يعقون سمان هني؟ زين خلنا نزيد الشنط. انا حيد اني سويت بيت كامل. وين الباب هني؟ يعني يمديني احط هني شيء؟ هني بنحطي. بديت شوي اغير الاماكن، بس انا ما باهم ظاهرين في مكان واحد. فالسرقة يوم تستوي ما نسرق 100%، يعني يكون في مجال ان الواحد ينجو شوي. يعني انا عامل جديد، اشكرك الصراحة. ما عندي، لا ما عندي للاسف. حطي هذا هني، صندوق هذا بعد ينفع، كل صناديق تنفع، ما في صندوق ما ينفع عندي انا. حطينا صناديق، انا اشوف صديقنا ميسن شو يسوي الحين. متى باب ستون تانل دور؟ ستون تانل دور، يعني اسمه مسوي باب على المنجم مالي هناك. والله بيكون فنان لو انا ادري. ممكن نحاوط لين هني ونسوي من هني لهني منجم ونطلع من داخل فوق. وبعدين في عنا معادن حلوة، في عنا معادن نقدر نسوي ثياب وقت قريب. حطينا القرية ليفل 2 وسويناها، وان شاء الله في الحلقة الجاية بنكمل شو بنسوي معاهم. بنسوي طباخ، بنسوي المور، وإلى هنالك. بنشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله تعجبكم السلسلة هاي، وخبروني شو افضل، هذه ام ايربورت سي او مدير المطار مالنا. يا حياكم الله.